ختمت القرآن حفظا غيبا وبيانا، أودعت بقلبي آيات تسكنني روضا وجنانا، تسكنني روضا وجنانا. اليوم ختمت القرآن حفظا غيبا وبيانا، أودعت بقلبي آيات تسكنني روضا وجنانا، تسكنني روضا وجنانا. وضياء يشعل داجيتي ويزيد المؤمن. لا شك أن كل واحد منا يترقب لحظات الفرح، مشاعر الفرح جميلة جدا، لا سيما إذا كانت تلك المشاعر بعد جد واجتهاد وإنجاز والتزام، بعد تفان وصبر تضحية وبذل. مشاعر الفرح مختلفة جدا، وستكون مختلفة تماما عندما يتعلق الأمر بفرحتنا بحفظ القرآن الكريم. مبارك مبارك ألف لكم يا صحبة القرآن، ما من الله عز وجل عليكم به من حفظ لكتاب الله عز وجل. هنيئا لكم شرفا حمل كتاب الله عز وجل، هنيئا والله هنيئا لكم هذا الشرف. نور القرآن في قلوبكم، فأبشروا بالخير واستمروا محافظين على هذا النور، واستمروا كذلك لتزيدوا هذا النور في قلوبكم بالجد والاجتهاد والحفظ والإنجاز والعمل الدؤوم. تذكروا يا رعاكم الرحمن أن تجارتكم مع الله عز وجل تجارة رابحة لن تبور، القادم أجمل. تهانينا لكم، تهانينا لوالديكم، تهانينا يا أحبة لأهليكم، تهانينا لمعلميكم. شكرا من القلب أيها المعلم، أيها الجندي المجهول، شكرا لك من القلب، قدمت وتقدم الكثير. هنيئا لك هذه الثمار الطيبة، هنيئا لك هذه الثمرات المباركة. أبشر بالخير، أبشر بالخير. وتهانينا كذلك الإدارة الأكاديمية، كل من فيها من العاملين ما بين مشرفين تعليميين وكذلك مصممين وكذلك تقنيين، كل من حمل هم تعليم القرآن، تهانينا لك هذا المنجز المبارك والقادم أجمل بعون الله عز وجل وتيسيره. فافرحوا، افرحوا يرحمكم الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. أنت يا من يسمعني، أنت الخاتم القادم بإذن الله تعالى. أسأل الله أن يسعدكم في الدنيا والآخرة.